السلام عليكم. نحب أمي ونحب أبي. واو. ونحبكم يا أصدقائنا. ياي. نحن نحب الجميع. عمر وهنا. هيا العبوا معنا واحلموا معنا. واو مدهش. الحمد لله. سوف نمرح معا. عمر وهنا. هناك. واو أنت رائع آدم. يمكنني فعل أي شيء. هيا عمر سأركب بعدك. حسناً حسناً. أنا لا أتحرك. عمر أيمكنك مساعدتي؟ استمري في المحاولة. أوه عمر ساعدني أرجوك. حسناً. ياي إنه دوري. واو واو واو. ها؟ هل أنت بخير؟ أتريد مساعدتي؟ أنا قوي لا تقلق. لست بحاجة إلى مساعدة. أنا مختلف لكن لا يهم. يمكنني فعل أي شيء. واو هذا رائع. أهم شيء ألا نستسلم. لنجرب شيئا آخر. مثل ماذا؟ ما رأيك بتلك؟ هيا. من يصل أخيراً سيدفع. ها؟ انتظرني يا عمر. ياي وصلت أولاً. وأنا الثاني. ركضتما قبلي. هذا ليس عدلاً. لماذا أنت بطيئة؟ هيا ادفعينا. هذا صعب. لا أريد أن أدفعكما. لما لا تركبين؟ أنا سأدفعكما. ها؟ أيمكنك ذلك؟ أنا قوي لا تقلق. ها؟ يمكنني دفعكما معا. واو. أنا مختلف لكن لا يهم. يمكنني فعل أي شيء. واو أنت رائع. أهم شيء ألا نستسلم. أشعر بدوار. عمر هنا هيا نتسلق. هيا بنا. ها؟ أيمكنك فعل ذلك؟ بالطبع يمكنني. أنا قوي لا تقلق. يمكنني التسلق إلى الأعلى. واو. أنا مختلف لكن لا يهم. يمكنني فعل أي شيء. آدم رائع. هيا يا هنا. لا يمكنني فعل ذلك. بالطبع يمكنك فقط لا تستسلمي. سأساعدك يا هنا. عمر هنا آدم تعالوا لتأكلوا. حسنا. هل لي ببعض الماء؟ بالطبع تفضل. شكراً عمر. واو رائع آدم استخدمت قدميك. هيا. واو لا يمكنني ذلك. هل ذلك صعب؟ نعم لكنني لا أستسلم بل أواصل المحاولة حتى أنجح. أوه هاي إلى أين تذهب؟
لأجرب الأرجوح ثانية. لنذهب. انتظرا، سآتي معكما. لماذا تواصل المحاولة؟ لأن الله منحني الطاقة لأواصل المحاولة مع أنني مختلف. حين أكرر المحاولة سأنجح إن شاء الله. واو، أنا أيضاً أريد المحاولة. أتريدين مساعدتي؟ لا عليك، أنا قوية لا تقلقا. يمكنني التأرجح، انظرا إلي. أنا صغيرة لكن لا يهم، يمكننا فعل أي شيء. هذا ممتع، الحمد لله على جميع نعم. الحمد لله. هيا. السلام عليكم يا أصدقاء، أليس آدم رائعا؟ يمكنه اللعب معنا مع أنه مختلف. إنه رائع لأنه لا يستسلم، يواصل المحاولة حتى ينجح. الحمد لله. أيمكنني استعارتها؟ السلام عليكم. وعليك السلام أنسة ليلى. سنتعلم اليوم عن الاستعارة والإذن. الاستعارة والإذن؟ حين نستعير شيئاً نستأذن أولاً. استأذن بأسلوب مهذب. أيمكنني استعارة هذا؟ حسناً تفضلي. الله يحب أن نحترم الآخرين. واو، أريد أن أستعير. ها؟ أو لا، انكسر قلمي. شكرا لك سارة على الرحب والسعة. سارة، أيمكنني استعارة هذه؟ حسنا تفضلي. شكرا لك سارة على الرحب والسعة. واو، إنها رائعة. هنا سأحتاج إليها. واو، هذا جميل. ها؟ ها؟ أوه، رسمة جميلة حقا يا عمر. وصلت الفكرة. ها؟ صوفي، أيمكنني استعارة هذه؟ حسناً، تفضلي. شكراً لك صوفي. حين نستعير شيئاً نستأذن أولاً. استأذن بأسلوب مهذب. أيمكنني استعارة هذه؟ حسناً، تفضلي. الله يحب أن نحترم الآخرين. أوه، واو، نورو، أيمكنني استعارته؟ لا، لا يمكنك. حسناً. ها؟ واو، سارة، أيمكنني استعارة هذه؟ شكرا لك سارة. أبي، انظر، أشياء كثيرة. هذا كثير، لكن من أين أتيت بها؟ استعرتها من كل أصدقائي. متأكدة من أنهم أعطوها لك؟ طلبت الإذن. والآن كل هذه ملك لي. هنا، إنها لأصدقائك، لا يمكنك الاحتفاظ بها. ها؟
حين نستعير شيئا نرجعه لأصحابه، لا يمكننا الاحتفاظ به. يجب أن تعيديها وإلا انزعج أصدقاؤك. حسنا. الله يحب أن نحترم الآخرين. أحسنت صنعا. لا 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 لا. ها فارس. هنا. ها هي هنا قادمة، أخفوا أشياءكم، خبئوها. هنا قادمة. أسرعوا وإلا ستستعير أشياءكم ثانية ولا تعيدها. ها اهدأوا. ها هنا أخذتها دون قصد. لا بأس، تعالي. ها أصدقائي الأعزاء، اقبلوا اعتذاري، ظننت أن هذه الأشياء لي. أنا آسفة جدا، لم أفهم الأمر. سامحتك أنت صديقتي يا هنا. أصدقائنا لا تنسوا أن تعيدوا الأشياء بعد استعارتها من الآخرين، هي ليست ملكا لنا، علينا إعادتها. الله يحب أن نحترم الآخرين. لا بأس أن نستعير، لكن علينا إعادة ما استعرناه بعد استخدامه. الحمد لله. السلام عليكم يا أصدقاء، هل تعلمون أنه إن استعرنا شيئا علينا إعادته لأصحابه؟ علينا احترام ملكيات الناس. الله يحب ذلك. الحمد لله. أنسة ليلى. أنسة ليلى. أنسة ليلى. أنسة ليلى. الله أكبر. الحمد لله. يسعدني تدريس هؤلاء الأطفال. يا الله، اجعل هذا اليوم يسيراً. آمين. السلام عليكم أنسة ليلى. وعليكم السلام. صباح الخير نورو. نورو؟ ها؟ هي نورو، كيف تسير الوحوش؟ ها؟ هكذا. شكراً أنسة ليلى. صباح الخير أنسة ليلى. صباح الخير يا أطفال، اليوم سوف لا يمكنك الإمساك بي. صفقوا صفقة. صفقوا صفقتين. صفقوا ثلاث صفقات. رائع، والآن لنبدأ. يا أولاد، اليوم سنتعلم الطرح. الطرح؟ حسناً، أخرجوا كتاب الرياضيات وافتحوا الصفحة السابعة. والآن لنتخيل. سبع تفاحات أكلت ثلاثة، كم تفاحة تبقى لدينا؟ واحدة، اثنتان، ثلاثة، أربعة. أحسنتما. ها؟ لكن لا أرى التفاح.
نعم صحيح، لا أراه أيضا. ألم تسمعوا؟ الآنسة ليلى قالت لنتخيل. لكن كيف؟ أها، افعلوا مثلي. سبعة أصابع خبأنا ثلاثة، كم إصبع يبقى لدينا؟ واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، أربعة. أحسنتِ، هل فهمتم؟ فهمنا. حسناً، أجيبوا عن الأسئلة، وإن احتجتم المساعدة أخبروني. حسناً. آنسة ليلى، لا يمكنني حل شيء. هل جربتِ استخدام أصابعك؟ نعم، آنسة ليلى، لا أفهم. لما لا نحاول الآن؟ آنسة ليلى؟ هل جميع إجاباتي صحيحة؟ آنسة ليلى، أنا جائع. انتظر قليلاً، سنأخذ استراحة قريباً. علي الذهاب إلى الحمام. ها؟ هل هذه صحيحة؟ توقف يا فارس. آنسة ليلى، آنسة ليلى، آنسة ليلى، آنسة ليلى. الآنسة ليلى مذنبة. واحد، اثنان، خمسة. انتظروا، انتظروا، أريد مواصلة المحاولة. آنسة ليلى، لا، رجاء. آنسة ليلى، لا. ها؟ يسعدني تدريس هؤلاء الأطفال. آنسة ليلى، آنسة ليلى، آنسة ليلى، آنسة ليلى. صفقوا صفقة، صفقوا صفقتين، صفقوا ثلاث صفقات. جيد جدا. ياي، وداعا آنسة ليلى. وداعا أبي. شكرا على مجهودك آنسة ليلى. على الرحب والسعة. ها؟ شكرا آنسة ليلى. لا عليك نور. الحمد لله. السلام عليكم. مرحبا. نعم، نعم، لدينا حصة رياضة غدا. حسنا، على الرحب والسعة. السلام عليكم. أليس المعلمون رائعون؟ التعليم متعب جدا، والمعلمون يعملون بجد لتدريسنا. إذن لنقول شكرا لمعلمينا. الحمد لله. كعكة الفاكهة هذه لي. أمي، أبي، ماذا تعدان؟ أمكما وأبوكما يعدان كعك الفاكهة. كعك الفاكهة، لذيذة جدا، أحب كعكة الفاكهة. واو. أريد المساعدة. أوه، وأنا أيضا، وأنا أيضا. بالطبع، لنعدها معا. أنا أساعد أبي في إعداد الكعك. أنا أساعد أمي في إعداد الكعك. نحن نعد الكعك اليوم وسنعطيه للآخرين. ها؟ العطاء عمل صالح ينير يومنا. نعطيه للآخرين؟ لكن أنا أحب كعك الفاكهة. إن أعطيناه للآخرين لن يتبقى شيء لي. هنا، إعطاء كعكة الفاكهة التي تحبينها
هو أفضل أنواع العطاء. أوه، حسناً. لا تقلقي، سأعد الكثير منها، وإن تبقى شيء يمكنك أكلها كلها. ياي، الحمد لله. سنأخذ الكعك إلى المسجد الليلة، حسناً؟ حسناً. أمي، في المسجد، يمكنني تناول كعكة الفاكهة صحيح؟ بالطبع عزيزتي. عمر، أنا. مرحبا يا أصدقاء. واو، رائحة طيبة، ما هذا؟ كعك الفاكهة. سنعطيها للآخرين، أتريدون؟ نعم رجاءً. وأنا أيضاً. بالطبع، كعكة لكل منكم. رائع رائع، شكرا لكما. هاي، انتظراني. ها؟ تفضل. ها؟ لم يقل شكرا حتى. نحن نعطي الآخرين، هذا عمل الخير. شكرا يا هنا وعمر من كل قلبي. نحن نعطيكم الكعك ليكن يومكم سعيدا، هيا جميعا تناولوا الكعك اليوم. ها؟ أهذا كل ما تبقى؟ ها؟ أنت ثانية؟ لقد أخذت واحدة. هنا، أتذكرين ما قاله أبي؟ لكنه أخذ واحدة. هنا، أرجوك لا تكوني كذلك. حسناً. أحسنت أختي الصغيرة. أرأيت ذلك؟ لم يقل شكراً ثانية. الحمد لله، الجميع تناول كعكة الفاكهة. ياي، تبقى بعضا منها لي. لا يمكنكما الإمساك به، لا يمكنكما. لا. لا بأس، تبقت كعكة واحدة. لا، لن تأخذها، كعكة الفاكهة هذه لي. هنا، لا بأس يا هنا. لكن يا عمر، لقد أخذ اثنتين. هنا، أتذكرين ماذا قال أبي ثانية؟ إعطاء كعكة الفاكهة التي تحبينها هو أفضل أنواع العطاء. تفضل. أحسنت يا أختي الصغيرة. هل هذه لي؟ واو، شكرا لك. أحب كعكة الفاكهة، لنأكلها معا. الحمد لله. السلام عليكم يا أصدقاء، هل تعلمون؟ أننا حين نعطي أشياء نحبها، فهذا هو أفضل أنواع العطاء. الحمد لله. واو، قوية جدا. كانت هذه المدينة جميلة وهادئة حتى هاجمها وحش. Thank you.
بيو 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 بيو. واو، روبي العجيبة تطلق الليزر. قوية جدا، أريد أن أكون قوية مثل روبي العجيبة. تيركس أقوى. الأمور تحت السيطرة. رور. هاي عمر، أنا أحاول أن أسمع أبي. الأمور تحت السيطرة من جديد وكل ما... رور. عمر. عمر، هنا، كونا لطيفين. لكن أبي، صوت عمر عالٍ. عمر، أيمكنك اللعب بهدوء؟ أوه، لكن صوت تيركس عالٍ. أريد أن أسمع عن روبي العجيبة. هذا ليس ممتعاً كاللعب بتيركس. رور رور. هيا تنفسا بعمق، هيا اجلس واهدأ. حين نصبر عند الغضب يرضى الله عنا. هل يمكنك أن تخفض صوت تيركس؟ هنا لا يمكنها سماعي. حسناً، لن أحدث ضجة. أحسنت صنعاً. الأمور تحت السيطرة من جديد، والفضل للبطلة الخارقة روبي العجيبة. تيركس أقوى بكثير. عم يم 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 يم. عم عم روبي العجيبة أقوى. هيا. تيركس. هاي، أعدها إلي. ها؟ مستحيل، إنها ضعيفة. روبي العجيبة هي الأقوى. بل تيركس هو الأقوى. رور. حقاً؟ خذ هذا شعاع الليزر الأحمر. نار تيركس الحارقة. هيا. عمر. هنا. عمر. هنا. عمر، هنا. أستغفر الله العظيم. هيا تنفسا بعمق. عمر بدأ أولا. هيا اجلس واهدأ. هنا كسر التيركس. انكسر لأن روبي الأقوى. بل تقصدين تيركس. كفى، كلاكما مخطئ. ها؟ لأنني الأقوى. أتعلمان أن الأقوى هو من يكون أكثر صبراً حين يغضب؟ أكثر صبراً حين يغضب؟ لا تنفعل حين تغضب، الصبر عند الغضب يدل على القوة. يمكنني الغضب لأنكما تتشاجران، لكنني قررت أن أصبر، لأنني حين أصبر أصبح قوياً أيضاً. ها! واو! نريد أن نكون أقوياء مثلك. لكن أبي، ماذا نفعل؟ هيا اشربا واهدأ وتسامحا، هذا أفضل. لا تنفعل حين تغضب، الصبر عند الغضب يدل على القوة. أنا آسف هنا. وأنا أيضاً. هيا. الأمور تحت السيطرة من جديد،
والفضل للأبطال الخارقين الثلاثة الصبورين. الصبر عند الغضب يدل على القوة، الصبر عند الغضب يدل على القوة. الحمد لله. السلام عليكم يا أصدقاء، هل تعلمون أن الشخص الأقوى هو من يمكنه السيطرة على غضبه؟ لذا لنصبر عند الغضب لنصبح أقوياء. الحمد لله. ياي، لم تعد تؤلمني. فارس، لا تنسى أن تنظف أسنانك. حسناً. أنت لا تأكل؟ ها، شكراً، معدتي لا تزال ممتلئة. ها؟ أسنانك متسخة. ها؟ ما الأمر؟ أسنانه تؤلمه. ها؟ أي ألم؟ لما لا تأكل الكعك إذن؟ نعم، الكعك لذيذ. كنت محقاً. ما الأمر يا فارس؟ أسنانه تؤلمه. تؤلمه؟ دعني أرى. عليك الذهاب إلى طبيب الأسنان. سأذهب لأخبر أمك. لماذا علي الذهاب لطبيب الأسنان؟ يجب أن يفحص الطبيب أسنانك ويقتلع المتسوس منها. هذا مؤلم. مؤلم؟ أنا خائفة. لا أريد رؤية الطبيب. عليك زيارة الطبيب. علي سنك كي لا تؤلمك. وصلنا، مرحبا. لنعد إلى المنزل، أنا لا أريد، أنا خائفة. ستعالجك بسرعة. لنعد إلى المنزل، هيا لنذهب، أنا خائفة. لا، أعدك بأن أنظف أسناني. دعنا نجلس. أمي، لنعد إلى المنزل. عليك رؤية الطبيبة، وإلا فلن يزول الألم أبداً. واو، لذيذة جداً. أتمنى لو كنت أنظف أسناني. فارس، إنه دورك. واو، مكان جميل. كابتن أونيكس. السلام عليك فارس. وعليكم السلام. والدة إندرا؟ نعم. إذن أسنانك تؤلمك؟ نعم. هيا سأفحص أسنانك. أنت معجب أيضا بكابتن أونيكس؟ نعم، كابتن أونيكس قوي وسريع أيضاً. حسناً، لما لا تحمله؟ ستكون قوياً مثل كابتن أونيكس. ياي! حسناً، افتح فمك، دعني ألقي نظرة أولاً.
هناك حفرة في سنك. ها؟ حفرة؟ هل يجب اقتلاعه؟ لا تقلق، لا داعي لاقتلاعه. حقاً؟ سأنظف فمك. ماذا؟ أنظفه الآن وأحش السن. ماذا؟ أضع حشوة فيه. ياي، لم تعد تؤلمني. واو، رائع، أسناني نظيفة. صحيح، تماماً كالنبي محمد. أوه، حافظوا على أسنانكم، نظفوها دوماً كي تحمو صحتكم. من الآن فصاعداً سأنظف أسناني يومياً. زرني بعد 6 أشهر حسناً، سأفحص أسنانك ثانية. أوه حسناً. هذه لك. واو شكراً جزيلاً. على الرحب والسعة. فارس، هل نظفت أسنانك عزيزي؟ نعم أمي. الحمد لله. السلام عليكم يا أصدقاء، هل تعلمون أنه علينا تنظيف أسناننا؟ النبي محمد كان ينظف أسنانه، لذا لننظف أسناننا أيضا. الحمد لله. واو، يا لها من ألعاب نارية رائعة. أيها القائد عمر، تم تحديد وجهتنا التالية، نحن مستعدون للإقلاع. رائع، تشغيل الطيار الآلي نحو وجهتنا. مستعدون، لكن قائد عمر، إلى أين نحن ذاهبون؟ إن شاء الله سنذهب الليلة إلى المدينة، توجد ألعاب نارية رائعة. ألعاب نارية؟ الألعاب النارية جميلة، يطلقون أشكالاً مختلفة. أوه. إنها ملونة. وتضيء سماء الليل بأكملها. واو، جميل جدا. مستعدون لننطلق. لننطلق. بسم الله الرحمن الرحيم. الألعاب النارية ملونة وجميلة، تضيء سماء الليل، كم هي جميلة. رؤيتها مع العائلة تسعدنا جدا. ها؟ انتباه، حركة مرور كثيفة أمامك. ها؟ هل وصلنا يا أبي؟ ليس بعد، هناك ازدحام مروري. ها؟ ها، لا تقلقوا، أعرف طريقا مختصرة. إعادة حساب المسار. إن شاء الله سنصل قريبا. حسناً. ياي. أسلك المخرج الأيمن. أبوكما وعدكما وقال إن شاء الله وسوف يفي بوعده لنرى الألعاب النارية. إنه يبحث الآن عن طريق بديل. أسلك المخرج الأيمن، انعطف يميناً. أها. يا إلهي، هل وصلنا؟ هل وصلنا؟ لا، ليس بعد، الطريق مغلق. آه، ماذا سنفعل؟ أريد رؤية الألعاب النارية. لا بأس، سأجد طريقاً آخر. حسناً. بسم الله الرحمن الرحيم. إعادة حساب المسار. لا يمكن تحديد الوجهة، إعادة حساب المسار. متى سوف نصل؟ سنصل قريباً إن شاء الله. حسناً. حين يكون الأمر صعباً أدعو الله ليساعدكما. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير.
ساعدنا يا رب وسهل الأمر واجعلنا أكثر سعادة. ها أولى قائد عمر، تحذير تحذير، استعد للهبوط الاضطراري. ها إنا لله، لدينا إطار مثقوب، هل الجميع بخير؟ ها؟ ماذا حدث؟ لما توقفنا يا أبي؟ اصبري يا عزيزتي، لدينا إطار مثقوب، علي تغييره، لن أتأخر. لن نصل، أليس كذلك؟ أريد رؤية الألعاب النارية. أنا وأبوكما نرغب في أن نريكما الألعاب النارية الجميلة، لكن في الحقيقة نحن نخطط ونبذل جهدنا، لكن الله هو من يقرر ما سيحدث. ها؟ واو! تذكرا دائما أن قرارات الله أفضل من أمنياتنا. سبحان الله، ألعاب نارية رائعة. نخطط كثيرا لكن الله يجعلنا أكثر سعادة، يجعلنا أكثر سعادة. الحمد لله. أين نحن؟ مرحبا. السلام عليكم. هل تعلمون يا أصدقاء أنه حين نخطط لفعل شيء علينا أن نبذل جهدنا ونترك الباقي لله، والله سيعطينا ما هو أفضل لنا إن شاء الله. السلام عليكم. نحب ركوب الدراجات الهوائية. هيا يا عمر لننطلق. انتظري يا هنا، لم نقرأ دعاء السفر بعد. أنت محق. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. مرحبا، لقد عدت. ها؟ عمر، هنا، لدي مفاجأة لكما. واو، دراجتان جميلتان. شكرا جزيلا أبي. على الرحب والسعة، لنركبهما في الحديقة. هي، قبل الانطلاق ماذا عليكما أن تفعلا؟ أعرف يا أبي، نقرأ دعاء السفر. أحسنت، وعليكما ارتداء معدات السلامة، علينا أن نحتاط أيضا. حسنا. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. واو، ها، ياي. هذا صعب. لا بأس هنا، واصل المحاولة. حسناً.
أقوى يا هنا، أنت لا تتحركين. حسناً. أها. جرب أن تركبها هكذا. هذا سهل. يا واو 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 يا. هذا صعب. بيب بيب، أقوى يا عمر، أنت لا تتحرك. يا ها عمر، كن حذرا. ها أراك لاحقا. عليك أن تدوسي هكذا. ياي، إنها تتحرك. شكرا أبي. على الرحب والسعة. واو 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 واو. أمسكتك يا عمر، كن حذرا. حسنا أبي. كونا حذرين. بالطبع أبي. عمر، أتريد التسابق إلى تلك الشجرة؟ من يصل أولاً هو الفائز. ها هنا، انتظري. ها هاي عمر، توقف. ها ها إنه شديد الانحدار. أنا خائفة، سوف أنزل ببطء. لا تخافي يا هنا، لنقرأ الدعاء. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ها؟ هاي عمر، كن حذرا. هذا سهل جدا، كما أننا قرأنا الدعاء. يا أو واو 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 واو. أو أستغفر الله العظيم، هل أنت بخير؟ أظن ذلك أبي، لقد قرأت الدعاء ولكنني مع ذلك وقعت. قراءة الدعاء مهمة، لكن الحذر مهم أيضاً. هذا ما فعلته، كنت حذرة. عليك السير ببطء، حسناً، وستكون بأمان إن شاء الله. حسناً أبي، من الآن فصاعداً سأكون حذراً. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. الله يباركنا ويجعل كل شيء ممكنا، لا حول ولا قوة لنا من دونك يا الله. الحمد لك يا الله على رعايتك لنا. الحمد لله. السلام عليكم يا أصدقاء. قبل ركوب الدراجة علينا قراءة الدعاء وارتداء الخوذة والقيادة بحذر أيضا، وستكونون بأمان إن شاء الله. الحمد لله. ماذا يوجد في الصندوق؟ هيا هيا. ها، ماذا يوجد فيه؟ في الصندوق؟ أريد أن أعرف أيضاً. ليس فيه شيء. ها؟ هي، لا تركضي. لا شيء في الصندوق. كفّ ملاحقتي. أرينا يا ليزا. لا، لن أفعل. أي. ها؟ أوبس. ماذا حدث للكتب؟ آسفة آنسة ليلى، أوقات الكتب وكانا يلتقطانها. أوه، احذري في المرة القادمة، من اللطف أنك قلت الصدق. شكرا آنسة ليلى. الله يحب
أن نكون صادقين. هلا ساعدتني في حمل الطعام يا ليزا؟ بالتأكيد. سأعود. حسناً انتهيت. هاي عمر انظر، أخيراً تركت ليزا صندوقها. لنلقي نظرة. ماذا يوجد في الصندوق؟ واو، إنه عنكبوت. عمر انظر إلى عينيه. ها؟ فارس خذ. ها؟ لا، الرسول محمد معروف بصدقه. ساعديني. ما الأمر؟ ساعديني، هناك عنكبوت ضخم. عنكبوت؟ إنه لليزا. لما هو منقلب على ظهره؟ ها؟ منقلب؟ أتعتقدان أنه مريض؟ ها؟ كان يبدو بحال جيدة. ربما. ربما ماذا؟ لا شيء، ربما كان نائما. نوما هنيئا سيد عنكبوت. لكن أهو نائم؟ يمكننا أن نحاول إيقاظه. فارس، علينا أن نخبر ليزا. لكن ماذا سوف تفعل بنا؟ الآنسة ليلى تقول إن علينا قول الصدق دائما. أخشى أن تغضب ليزا كثيرا. لنجرب ذلك. هذا هو صديقي. ها. وجدتها. ها. فارس. نعم. علينا إخبار ليزا. لم يستيقظ. لكن عمر. تذكر يا فارس، إن الله يحب أن نكون صادقين. إن شاء الله سيحبنا الله أيضا. فارس، ماذا تحمل؟ ها؟ إنه صندوق عنكبوت. عناكب. لماذا لا يتحرك؟ يبدو ميتاً. عنكبوت ميت؟ ميت؟ من الذي مات؟ ماذا يجري؟ نحن آسفان حقاً. لقد كنا نعبث وانقلب العنكبوت على ظهره فحاولنا إيقاظه لكننا فشلنا. نظن العنكبوت قد مات. هو ليس ميتاً. ها؟ إنه يتحرك ثانية. إنه يغير جلده. إنه يغير جلده. شكرا يا عمر وفارس على صدقكما معي. على الرحب والسعة. الله يحب أن نكون صادقين. هذا صحيح. الله يحب أن نكون صادقين. السلام عليكم يا أصدقاء، هل تعلمون أنه حين نخطئ علينا قول الصدق وأن نعتذر كي يحبنا الله؟ الحمد لله.
الماء مقطوع؟ ها؟ عمر، هنا، لن يكون لدينا ماء غدا، علينا ترشيد استهلاك الماء، فإن لم نفعل لن يبقى لدينا ماء. تخيل ماذا سيحدث لو لم يعد لدينا ماء. لا يمكننا الاستحمام ولا تنظيف أسناننا. ها؟ لا. إذن عليكما ترشيد استهلاك الماء كي لا ينفد. الله يحب الشاكرين. حين نرشد استهلاك الماء فإننا نعبر عن شكرنا لله على نعمه. والآن حان وقت النوم. تصبحين على خير يا أمي. عمر، ها؟ قالت أمي إن علينا ترشيد استهلاك المياه. لكن حينها لن نتمكن من اللعب هكذا. هاي. ها. ها؟ انقطع الماء. هنا انقطع الماء. ها؟ أترين لا يوجد ماء. هنا لا يوجد ماء. أمي انقطع الماء. ها؟ ماذا سنفعل؟ لم أستحم ولم أنظف أسناني. لا تقلقا، احتفظت ببعض الماء. رشد استهلاك الماء كي لا ينفد أبدا. استهلك ما تحتاجون ثم أغلق الصنبور. ياي نحن نظيفان. ها؟ أها. أمي انظري إلينا نجمع مياه الأمطار. حين نجمعها في دلاء سنستخدمها ثانية. هيا جميعا رشد استهلاك الماء لنكن شاكرين ونعم الله رائعا. هاي عمر، أغلق الصنبور، أنت تشرف في الماء. لا بأس، أمي احتفظت بالماء، مؤكد لدينا الكثير منه. صحيح. عمر، هنا، تعالا لتأكلا. نحن قادمان. ها؟ ما الأمر يا عمر؟ ها؟ ها؟ لقد انقطع الماء. ماذا؟ انتظري، جمعنا ماء المطر، صحيح؟ نعم. ها؟ أين ماء المطر؟ استخدمته في غسل الملابس. ما الأمر؟ أمي، ماذا سنفعل الآن؟ لا ماء لدينا لغسل أي شيء. كيف سنستحم؟ أمي، ماذا سنفعل الآن؟ لا ماء. ماذا سنفعل؟ نفد ماء الصنبور والماء الذي احتفظنا به. لا، لا نستطيع الاستحمام أو تنظيف أسناننا. ستصبح رائحتنا نتنة. عمر، ألم تستهلك الماء بحذر؟ آسف يا أمي، نسيت إغلاق الصنبور قبل النزول. وأنا أيضا آسفة. ها؟ يبدو أنها شاحنة نقل الماء. ها؟ يمكننا أخذ بعض الماء من الشاحنة.
ياي، الحمد لله. تذكرا، علينا ترشيد استهلاك الماء. إن الله يحب الشاكرين. إن شاء الله سأقتصد في استهلاك الماء. وأنا أيضا. واو واو واو. هيا نرشد استهلاك الماء ونعبر عن شكرنا لله على نعمه الكثيرة. هيا نرشد استهلاك الماء ونعبر عن شكرنا لله على نعمه الكثيرة. الحمد لله. السلام عليكم. هل تعلمون يا أصدقاء أنه إذا أسرفنا في الماء فإنه سوف ينفد؟ لذا علينا ترشيد استهلاك الماء. الله يحب ذلك. الحمد لله. ها؟ ما هذا الصوت؟ أمي، أبي، ماذا تفعلان؟ اسمع يا عمر وهنا، صوت الطبيعة خلقه الله، رائع سبحان الله. في جميع أنحاء الكون تسبح المخلوقات وتعبر عن حمدها لله خالقها. الله إلهنا وليس كمثله شيء، احمد الله جميعا وسبح بحمده. مالح جدا. يم يم. ها؟ ما هذا الصوت؟ يم يم. أمي، أبي. ها؟ ما الذي يجري؟ هناك شيء بين الشجيرات. لا شيء هنا. لا شيء؟ لنستعد، يكاد يحين وقت المغرب. حسناً. ها؟ ما هذا الصوت؟ عمر، هنا، لما لا نتحرى الأمر؟ ها؟ أنت تمزح. أنا خائفة. لا تخافا، أمكما وأبوكما هنا. انظرا يا عمر وهنا، الضفدع خلقه الله. ضفدع لطيف جدا، رائع سبحان الله. واو. ها؟ ما هذا الصوت؟ لنتحرى الأمر. ها؟ انظرا يا عمر وهنا، البومة خلقها الله. واو، إنها بومة. رائع سبحان الله. لم يعد الصوت مخيفا. أها، بل هو جميل. الحمد لله. ها؟ ما هذا الصوت؟ ها؟ ها؟
أنا خائفة حقا. لا عليك، أمك وأبوك. واو، إنها لطيفة جدا. واو واو، تلك سناجب طائرة. أوه، عمر، هنا، أتريدان رؤية شيء آخر؟ ها؟ تعاليا معي. واو، سبحان الله. الله إلهنا وليس كمثله شيء، احمد الله جميعا وسبحوا بحمده. احمدوا الله جميعا وسبحوا بحمده. السلام عليكم. هاي، هل تعلمون؟ حين تصدر الحيوانات أصواتاً فهي تسبح الله وتعبر عن حمدها له، لذا لا تخافوا من أصوات الحيوانات. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. ها؟ واو. ما الذي قرأته يا أستاذ موسى؟ إنها سورة الإخلاص. الإخلاص؟ عمر وهنا حاولا أن تقرأ سورة الإخلاص. من يتلوها ثلاث مرات كأنه ختم القرآن. واو، هذه السورة قصيرة جدا، لكن إن تلوتماها ستنالان حسنات كثيرة. أريد الكثير من الحسنات. وأنا أيضا. أستاذ، أريد قراءتها أولاً. حسناً يا عمر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد. سبحان الله، كانت قراءتك رائعة، أحسنت. الحمد لله. والآن دورك يا هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو. قل هو الله أحد. قل هو الله أحد. الله 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 الله.
قل هو لنكمل غدا. ها؟ هنا، لما لم تذهبي لدار القرآن مع عمر؟ لا أريد الذهاب، لا أجيد القراءة. ها؟ لهذا عليك أن تتعلمي، الله يحب من يواصلون المحاولة. وستنالين الحسنات. أريد نيل الحسنات، لكن أبي. السلام عليكم. وعليكم السلام، شكراً لأنك أوصلت عمر. على الرحب والسعة. أيمكنني رؤية هنا؟ أها، تفضل بالدخول. السلام عليك هنا. وعليك السلام. ألا تريدين تعلم القرآن معي؟ بلى أريد، لكن البارحة الله الله ها؟ الله. قل هو لنكمل غدا. ها؟ ها؟ أرجوك لا تغضب مني ثانية يا أستاذ، أنا خائفة جدا. أوه، لم أغضب منك. ها؟ كان علي الذهاب إلى الحمام. آسف لأنني أخفتك البارحة، تعالي إلى الدرس غدا. حسنا. لكن أستاذ. نعم. كيف أنال الحسنات على تلاوة القرآن؟ أنا لا أجيد القراءة أستاذ. لا تقلقي هنا، مع أن قراءتك ليست جيدة ستنالين الحسنات لسببين اثنين. ها؟ أولاً لأنك حاولت، وثانياً لأنك قرأت. واو، الله لطيف. سأتلو القرآن دائماً وسننال الكثير من الحسنات. سنحاول كي ننال الحسنات، سنواصل المحاولة وسننال الحسنات. الحمد لله. السلام عليكم يا أصدقاء، أتعلمون أنه حتى لو لم نجد قراءة القرآن سننال الحسنات من الله؟ أولاً لأننا حاولنا، وثانياً لأننا قرأنا. الحمد لله. سلحفاة مسكينة. واو، انظري يا أمي. ما أجمل النزهة على الشاطئ، لنبني قلعة رملية، يوم جميل مع العائلة. ها؟ واو، إنها كبيرة. نفاية؟ هي هنا، أين نضع النفاية؟ في سلة المهملات. أحسنت صنعاً. هنا تعالي بسرعة. ها؟ حسناً. ها؟ ها؟ أبي؟ ها؟ أبي، ها؟ ما هذا؟ ها؟ نفاية؟ انظروا حولنا. أها،
هيا نجمع كل النفايا ونضعها كلها في الأكياس. نجمعها وننظف الشاطئ لتأتي الأسماك وتسبح هنا. ها؟ الأسماك؟ نعم، فالأسماك تعيش هنا. ليس الأسماك فقط، بل أسود البحر وأفراس النهر وقناديل البحر والسلاحف وكائنات حية كثيرة. واو، حيوانات كثيرة. لكن كيف لها أن تعيش وكل هذه القمامة تطفو حولها في البحر؟ محزناً جداً. لذا عليكما ألا تتركا النفاية هنا. حسناً. ها؟ هاي، انظروا هناك. ها؟ سلحفاة؟ ها؟ سلحفاة؟ دعنا نرى، دعنا نرى. ها؟ سلحفاة مسكينة. أيمكنك إحضار سكين؟ دقيقة. سلحفاة مسكينة، اصبري قليلا حسنا. انتهيت، الحمد لله. نحاول مساعدتك. عمر، هل أحضرت لي منشفة؟ نعم حسنا. هذا مؤسف. اصبري قليلا بعد. ها؟ الحمد لله. لهذا علينا ألا نترك النفايات في المكان. وداعا يا سلحفاة، نراك ثانية، انتبهي لنفسك. لا تأكل النفاية ثانية. لقد تضررت الأرض كثيرا، وكل ذلك بسبب البشر. سلحفاة مسكينة. يا أصدقاء، لا تتركوا النفاية على الشاطئ، وإلا سيتسخ البحر، وهو موطن لحيوانات كثيرة. سنساعدها إن أبقيناه نظيفا. الله يحب ذلك. الحمد لله.